ربنا يجبر خاطرها وخاطر احبابها وخاطر المشاهدين اجمعين يا رب العالمين. آمين يا رب. فاحنا آمين. بنقول يا فندم اتفضل. الرضا يكمن في قواعد اربعه عشان الناس تفهم المعلومه كويس جدا. الرضا بالله اسماء وصفات، الرضا عن الله قضاء وقدرا، الرضا لله يعني خالص لوجه الله الكريم، انا راضي لانه من الادب مع الله عز وجل الاخلاص لله تبارك وتعالى، انا مخلص لله. لانه لفت نظري انه اول ناس تستفتح بهم جهنم المرائين اللي بيتمنظروا على الناس اللي مش مخلصين. قال الله عز وجل وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، قل هو الله احد. طب الرضا مع الله مع الاحكام والصفات، مع الاحكام والشرائع، الاوامر والنواهي. قال لي واقيموا الصلاه واتوا الزكاه سمعنا واطعنا، قال لا يغتب بعضكم بعضا سمعنا واطعنا، اجتنبوا كثيرا من الظن سمعنا واطعنا، والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون سمعنا واطعنا. الاحكام والشرائع، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ده مظاهر الأدب مع الله عز وجل. لما أشوف حاجة أنا شايف إن الظاهر شر أو لا، لله حكمة أنا طبعًا مش عارفها تمعًا بقى ويعني وشوف السيناريو الرباني. آه والله العظيم. لا أصله التدقيق في التفاصيل ورؤية ما وراء الحكاية، يعني الابتلاء اللي ممكن يحصل للبني آدم وإحنا بنبقى شايفينه شر ظاهر وشر بالنسبة لنا، ولكن باطنه هو خير من عند ربنا سبحانه وتعالى. هو بيبقى سيناريو عظيم جدًا جدًا جدًا، بس بالزبط. البني آدم يركز. أيوة. ويعرف اللي ما بين السطور ايه، يركز ويسلم. سلم لربنا، سلم. والتسليم يظهر في الشدة، والتسليم لا يحتاج الى اقتناع، لان ممكن المشهد اللي قدامي العقل ما يعرفش يتصور. اضرب لك مثال، تخيلي حد خارج عن القانون واحاطت به القوات من كل جانب والقوات مدججة بالسلاح وهو اعزل، فالضابط بيقول له سلم نفسك، جه حاطط ايديه في وسطه وقال له اقنعني. اقنعك بايه؟ فاللي بيسلم مش محتاج اقتناع، حتى لو انا اللي شايفه مش فاهمه. ولما راى المؤمنون الاحزاب